تلك كانت صورة منطقة الشافي ليلاً، نزاع عشائري بسلاح خفيف يرعب السكان والمارة، إلا أن القوات الأمنية تدخلت لفض النزاع الذي اندلع بين أشخاص من عشيرة واحدة على خلفية صدامات سابقة بينهم. أما في الصباح فكان الوضع يعمه الهدوء، والمعنيون يصرح بالسيطرة على الأمر. تم التوجه إلى مناطق النزاع الموجودة حاليا في شمال البصرة، والتي كان سببها قضايا ثأرية وكذلك قضايا أخرى تمس بقضية التعويضات النفطية التي أعطيت من وزارة النفط. الوعد الصادق التي انطلقت من قيادة عمليات البصرة كانت ناجحة وبنسبة عالية، حيث استطاعت إلقاء القبض على أكثر من 14800 مطلوب، إضافة إلى نزع الأسلحة المتوسطة والثقيلة من تلك المناطق، وهذا إنجاز بذاته. جزء من أهالي البصرة راهنوا على عدم تمكن الجهاز الأمني من السيطرة على المتنازعين الذين باتوا يشكلون خطرا على المدينة ويسيئون لسمعتها، ويجددون النزاعات كلما خرجت تصريحات بمواصلة صفحات العمليات العسكرية. ناس الله كفيلة خجت بطرقة أعمارها، عافت بيوتها وعافت بساتينها، ليه؟ قال خوي رمي للصبح بشرق وبكيسيات، قال الله كفيلك عفنا بيوتنا وجينا. المطلوب فرض القانون، فرض القانون زين، وإخلاء السلاح الموجود عند العشائر هالشكل، ما تحل المشكلة إذا أكو سلاح موجود عند المتنازعين. هذا السلاح شنو أنا أخذي ببيتي؟ القانون يصير السلاح يصير بيد الدولة. تجدر الإشارة إلى أن البصرة تسجل بشكل نصف شهري تقريبا نزاعات عشائرية مسلحة في شمال مناطقها وأقضيتها، إضافة إلى مناطق المركز في بعض الأحيان، وسط وقوف التصريحات الحكومية عند جملة الوضع تحت السيطرة، والذي لم يكن يوما كذلك وفقا لمعطيات الواقع. لا جديد يذكر في البصرة، نزاعات عشائرية مسلحة تتجدد بين الحين والآخر، ومعها تتجدد التصريحات الأمنية التي تفيد بالسيطرة وفض تلك النزاعات، مع تأكيد المواطن على عجز الجهاز الحكومي من فضها بشكل دائم. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.